وحول مواجهة الفكر المتطرف، دعا الرئيس السيسي العالم الإسلامي إلى ضرورة الانتباه لهذا الفكر الذي يسعى لتدمير الشعوب ومستقبلها. وأكد الرئيس السيسي أن مصر سوف تقاتل من أجل توفير المعرفة والتعليم الحقيقي ومواجهة الفكر المتطرف. بقول للعالم الإسلامي انتبه تماما للفكر المتطرف الأحمق اللي الهدف منه أن يدمرك ويدمر مستقبلك زي ما هو بيدمر حاضرك. الإسلام ملوش علاقة بالفكر الجامد والفكر المتطرف اللي بيهدف إلى تدمير الشعوب وتدمير مستقبلها وحضرتها.